كان. لكن فيما يخص ايضا سعد سمير، سعد سمير لاعب مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للجهاز الفني، وعنده خبرات كبيره ولاعب كويس جدا طبعا. فبالتالي هو خلال الفتره اللي فاتت او خلال مباراه سان داونز الكارثيه في جنوب افريقيا، تعرض بعد الهدف الاول او بعد 20 دقيقه بالتحديد، تعرض لجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبه وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي. الحمد لله ان مفيش قطع كلي ولا حاجه، فبالتالي هيحتاج يعني طريقه علاج معينه وبرنامج علاجي معين. فالنادي الاهلي والهيئه الطبيه من النادي الاهلي برئاسه الدكتور الكبير دكتور احمد عبد العزيز قرروا ان هو يروح يعمل البرنامج التاهيلي ويتم الكشف على حالته بشكل مفصل، ويتم طبعا تاهيل سعد سمير بشكل جيد جدا وافضل من خلال تواجده في المانيا. وده اللي بيحصل بالنسبه لسعد سمير، والاصابه اعتقد يعني 3 شهور بالكثير لسعد سمير، او 3 شهور ونص بالكثير قوي سعد سمير يكون متواجد مع الفريق في التدريبات بشكل طبيعي ان شاء الله. نتمنى له كل السلامه ويعود سريعا للنادي الاهلي، وكل المصابين في الحقيقه محتاجين لكل لعيب مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه.